حركة بسيطة جدا وانت بتسجل في برنامج زوم، او انت بتدي مثلا كورسات على برنامج زوم، او بتعمل انترفيو على برنامج زوم. حاجة لازم تاخد بالك منها جدا في حتة الاوديو او الصوت وانت بتيجي تتكلم مع الناس اللي معاك. اول حاجة تيجي هنا في السيتنج وتيجي حاجة في اوديو. هنا بقى في حاجة حلوة قوي اسمها background noise suppression. suppression دي اللي هي ان هو بيعمل زي noise cancellation، اللي هو انت بتقول له نعمل noise cancellation لحد فين، فبيقول لك اوتوماتيكلي هو بيظبط. انت لا مش عايزها كده، في low faint اللي هو faint background noise اللي هي حاجات بسيطة، في الكمبيوتر فان والبين تابس اللي هي التخبيط بالقلم والحاجات دي، انا مخليها high في السبيتش دي. هتشوف دلوقتي ايه اللي هيحصل. بص لما اجي اعمل تيست للمايك، تيست المايك اهو، واجي انا بدوس دلوقتي بالبتاع اهو، واجي انا بدوس اسمعوا بقى دلوقتي كده. بالبتاع اهو، مفيش ولا صوت لتكتكة الماوس، مفيش ولا صوت لأي تكتكة الماوس. طب ثواني تعالى كده نجرب الكيبورد. ثواني كده تعالى، انا هعمل دلوقتي، انا دلوقتي بخبط بالكيبورد اهو، بخبط بالكيبورد، انا دلوقتي بخبط بالكيبورد اهو، بخبط بالكيبورد اهو، تخيل مفيش اي صوت. فدي اوبشن كويس جدا انك تعمله وانت بتسجل في برنامج زوم، واتمنى اكون افدتكم بحاجه بسيطه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه الشجي، وما تنساش تعمل لايك اتمنى، وتعمل شير للفيديو. لو انت على التيك توك اعمل فولو، لو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب. شكرا جدا ليكم، ومع السلامه.